طبعا وطبعا وطبعا. طب الهدف ايه؟ الهدف ايه من دفع الفلوس الملايين دي؟ ما احنا معترفين انه حروب جيل الرابع مستمرة، ومعترفين ان المؤامرة ما خلصتش. يعني قدرنا احنا نوقف المؤامرة فعلا بالنسبة لمصر الحمد لله تماما، لكن هم لا بيلفوا بقى من سكك اخرى، لان دي اجيال طالعة. الجيل اللي عنده 10 12 سنة وبيشوف البطل عامل صدره كده وراسم تاتوهات والرسومات على صدره وان هو ده، ده خلاص بقى، ما انا لازم ابقى كده عشان اخد حقي. طب انا راجل ما عنديش العضلات دي، مش في قانون؟ حد اتكلم في انه الحق بالقانون ولا الحق بالعضلات؟ العضلات. خد حقك بدراعك، ما هو بيكون رسالة، لا وبيقلع وعامل دراعاته كده وراسم حاجات. تقصد محمد رمضان ولا حد تاني؟ لا ما انا ما اقصدش اسم معين، تكلمش عن حد. لا 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 هو اصل ما بقتش، لا هو بس بقت ظاهرة، يعني بقت ظاهرة. بقت ظاهرة، فدي رسالة سلبية طبعا. طبعا بعلم الشباب ايه وبعلم الناس ايه؟ الله. او ايه الرساله انا بقولها من انا ده؟ بعلموش ان بالدماغ انت هتقدر تكبر. لا انت بالدراع. طب الدراع يقول لك ما عشان الناس لا يا جماعه، في عندنا في دوله وفي قانون، لا في عندنا جيش محترم وبيعرف ازاي يعمل يربي جنوده وازاي في الانتماء. مش محتاج للمسلسل بتاعك عشان تقول القوة والازاي. انت بتربي وعي اخلاقي، وعي ازاي الواحد يدي حق الناس، ازاي ما يغتصبش حق حد، ازاي. وبعدين ايه حكاية العنف 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 الكتير ده؟ ايه ده؟ فين ستات الايجابيات؟ نموذج الست الايجابية فين؟ في الدراما المصرية بصفة عامة، أنا بقولش على رمضان، أنا أصلا ما تابعت بشكل عام، لا في شهر رمضان بشكل عام. فين فين النماذج العظيمة يعني؟ في قليل. أنا الناجحين حتى النماذج الناجحة، مش عايز أنكر إن في عدد قليل جدا بس بيتوه في زحمة سلبيات الحاجات أو العنف أو الحاجات السلبية، الحاجات الكتير التانية. وفي زحمة حكاية إنك الإعلانات ثلاث دقايق وتخش إعلانات ثلاث دقايق، فبتلحقش تعرف المحتوى. يعني لو أنت عندك مسلسل كويس وفي محتوى كويس جدا هتلحق تشوفه إزاي؟ ما أنت بتخش. يعني مرة أنا فاكر أستاذ عمار الشريع الله يرحمه قال لهم يا جماعة إزاي أنا عامل حتة مزيكا رومانسية تقطعها وتدخل أنت إعلانات منتجات عمالة تغني وترقص وبتاع ازاي؟ او بتاع رساله من رسالات اللي بيسالوا فيها الناس انهم يعملوا تبرعات والناس اللي بتتدمع والحاجات دي، ازاي؟ مش من حقك، مش من حقك انك تغير لي المود او المحتوى او التاثير اللي انا عايز اعمله في المشاهد. هو الفن يعني ايه؟ الفن انك بتثير في المشاهد حاجات